نشوف الآن example 14. السؤال بيحكي لنا determine the tension in the cables and also the force P required to support the 600 newton force using the frictionless pulley system shown in figure. طبعا إذا تأملنا في الشكل في عندي 3 pulleys, pulley C و B و A. طبعا قاعدة من القواعد الشباب اللي لازم ما ننساها, طالما أنا بتعامل مع نفس الخيط إذا أنا في عندي نفس التنشن. فلاحظوا إنه الخيط هو نفسه الموجود عند النقطة P بلف على البولي C, بعدين بلف على البولي A, بعدين نفسه بلف على البولي B, وبرجع برتبط وين؟ هون في هاي النقطة. ولهذا لو عينا الفورسز هون رح تكون هاي P, رح تكون من الجهة الأخرى هون هي نفسها P, وهون رح تكون هي نفسها P, هون رح تكون هي نفسها P. بالنسبة للبولي B رح تكون عندي هون P, عندي هون P, وفي عندي P بهذا الشكل. في ويت هون 600 نيوتن. لاحظ انه البولي B في عندي فورس لأعلى بهذا الشكل, خلينا نسميها مثلا T. أيضا البولي C في عندي T لتحت في نفسها هاي, ونفس خلينا نحكي الكورد اللي بيسحبهم او بربطهم مع بعض, ونسمي في عندي فورس لاعلى ايضا شايفينها اللي بتربطها مع السقف هون نسميها R. فانا في عندي R و T والبيز هاي. تمام, لو شفنا الفري بودي دايجرام اللي هو رسم لي اياه, بالنسبه لل A رسم لي 600 نيوتن و 3 P اللي هم البي والبي والبي. لو شفنا البولي B حكون في عندي P و P لتحت وفي عندي T لفوق. البولي C في عندي T لتحت, R لفوق, وعندي T, عندي عفوا P و P على الأطراف باتجاه الأسفل. الآن من وين البداية؟ البداية طلعوا في عندي هون ثلاث مجاهيل, عندي هون مجهولين, هون عندي مجهول واحد. في البداية بتكون من عندي البولي A, فمباشرة راح نحكي إنه هاي البولي اللي فوق بساوي تحت. اذا هاي بولي A راح يكون 3 بي تساوي 600, اذا بي راح تساوي 200. اذا الفكره في هيك سؤال نحدد الفورسز على الـ الاوبجكتس اللي عندي وبس. الان خلصنا من A, بنروح لوين؟ للبولي B. في عندي تنتين بي لتحت وفي عندي تي لفوق, فوق بيساوي تحت, إذن راح نحصل على T تساوي 2 P, يعني راح تكون 400. ننتقل للبولي C, لاحظوا ال C في عندي R لفوق, عندي 2 P وواحدة T لتحت, إذن R راح تساوي T plus 2P, لأن T اللي هي 400 زائد 2 ضرب 200, فبطلع الجواب 800 نيوتن. تمام, إذن هاي problem 14. نشوف اللي بعدها. بروبلم 15 او اكزامبل 15 بحكي لنا 500 كيلوغرام اليفيتر كار, يعني في عندي الكار تاعت الاليفيتر اللي هي العربايه المصعد 500 كيلوغرام الماس تاعتها. ان فيجر 27 از بينج هويستد باي موتور اي, اذا في الموتور اي هون بكره بقولي بتلف في الموتور بيسحبها بقوه نحو الاعلى يوزنج ذا بولي سيستم شون. اذا في عندي سيستم, لو تأملنا لاحظوا انه الكارت هاي بتضرب بالجدران, اذا في عندي هذا الطرف وهذا الطرف في نورمال فورسز كذلك هون وهون عشان ما يكون يتحرك يمين وشمال اثناء صعوده ونزوله. لاحظوا انه الحبل الجاي من عند A بينزل على البكرة اللي هون متصلة بالمصعد مباشرة, وبالتالي هاي البولي وهاي البولي بعتبرهم من جسم المصعد نفسه, من الكار نفسه ملحومين فيه. فالحبل زي ما انتم شايفين من عندي بلف بيطلع لفوق, بلف على البولي سي وبنزل برتبط في المصعد مرة أخرى, إذا هون بكون مربوط.
الآن نفس البوليسي مربوطة بكورد اللي هو رايح على بي بلف حواليها بنزل بهذا الشكل بلف على البكرة اي بطلع مربوط بالنقطة اف. ولهذا لو انا بدي ارسم الفري بودي دايجرام مباشرة راح نحصل على مثلا البولي سي. لو بدي ارسمها في عندي لاحظوا خيط لفوق، لاحظوا الخيط اللي رايح على بي غير الخيط اللي بلف حوالين السي، لانه الخيط اللي بلف حوالين السي جاي من عند A بلف عند D بلف حوالين السي وبنتهي هون، هون راح يوقف من A إلى هاي النقطة. بينما هذا حبل آخر ببدأ من C بلف عند ال B بلف عند ال E بروح للنقطة F مرة أخرى. ولهذا البولي سي هاي راح يكون في عندي T نحو الأعلى وفي عندي T نحو الأسفل تنتين في الخيطين اللي هون، لأنه نفس الخيط بتكون T متساوي، هي نفس التنشن اللي في هذا الخيط، كل هذا خيط واحد. ولهذا رح نسمي الخيط اللي جاي من A T1 والخيط اللي رايح من C لبي نسميه أو اللي جاي من عند ال F T2. ولهذا بالنسبة للبولي C في عندي T2 نحو الأعلى و2 T1 نحو الأسفل بهذا الشكل T2 و2 T1. الآن بالنسبة للكار نفسها لو بدي أرسمها لاحظوا أنه في عندي النورمال فورس جاي من هون مكان تلامس الكار مع الجدران. في عندي طبعا هاي البولي حكينا دي واي ملحومين يعني تعتبر مع البكره، اذا في عندي تي 1 لفوق تي 1 لفوق تي 1 لفوق، في عندي تي 2 لفوق تي 2 لفوق، اذا في عندي زي ما انتم شايفين 5 تي للاعلى. وطبعا في عندي الويت اللي هو 500 ام جي 500 ضرب 9.80. الان هو بيحكي لي if the car is traveling with a constant speed يعني ما في acceleration عشان يكون عندي equilibrium determine the force developed in the two cables. بده T1 و T2 بيحكي لي أهمل neglect the mass of the cables the cable and pulleys، أهمل الكتل تاعت البولي الموجودة في السؤال والحبال. تمام، الآن هاي المسألة جدا واضحة، هذول أنا ما بهموني ما طلبهم مني اللي هي horizontal forces، فبشتغل بس على vertical forces. واضح من خلال C هون إنه T2 إيش بتساوي؟ بتساوي 2 T1، اللي فوق بيساوي اللي تحت، مسألة equilibrium اتزان. ولهذا راح يكون في عندي بالنسبة لهذا الجسم 3 T1 زائد 2 T2 فوق بيساوي اللي تحت 500 ضرب 9.81. أربعة آلاف وتسعمية وخمسة. تمام، لأن مكان T2 شو بنعوض 2 T1، إذن 2 T1 وفي 2 يعني 4 T1 و 3 T1 إذن 7 T1 تساوي 4905 قسم على 7 فالناتج هو 700.7 نيوتن. طبعا T2 راح تكون T1 مضروبة في 2 1401.4 نيوتن. هاي إذن مسألتنا بكل بساطة. أوكي نشوف another example اللي بعده example 16 بيحكي لنا determine the horizontal and vertical components of force which the pin at C هون exerts on member BC of the frame in figure 28A. إذن طالب مني إيش أطلع؟ أطلع the horizontal and vertical components للفورس اللي بيعملها البن C على الممبر BC. إذا ما سألني عن البن A ولا بده إياها. طبعا انا عندي هون بن عند النقطة B، بن عند النقطة C، بن عند النقطة A. وبالتالي لو تأملنا في الممبر BC بلاقي انه في two forces من البنز جاية بس في كمان force من هون. لو تأملنا AB راح الاقي انه الAB is a two force member، two force member. وبالتالي الممبر A كله راح يكون في حالة equilibrium طبعا، والفورسز اللي هي متساوية ومتعاكسة. طبعا
طبعا هذا هو خليني ارسمه، هذا بده رسم. هذا هو A، هذا هو B بهذا الشكل. فالفورسز اللي عندي، لأنه أنا عندي فقط two forces عليه، راح تكون بهذا الشكل. هاي F A B أو B A، وهاي F A B بهذا الشكل، فهو متساويات ومتعاكسات. الآن لما أرسم أنا another member اللي بيربط بينهم البن B، راح يكون كالتالي. راح يكون في عندي فورس بهذا الشكل، هاي نفسها بس بالعكس. لاحظوا انه الزاوية اللي هون تحت هي 60 درجة، هاي راح تكون 30 درجة. اذا هاي راح تكون 60 درجة زي ما هم معطيني اياها بالسؤال مع الاكس اكسس. في عندي هون فورس اللي هي 2000 عفوا، 2 متر 2 متر. وفي عندي هون الفورس اللي جاية من السي، من البن سي. طبعا راح يكون في عندي سي اكس، وراح يكون في عندي هاينج، راح يكون في عندي سي واي. هاي لتحت هاي لفوق، اذا بفرضها باي اتجاه بدي، مثلا افرضها نحو الاعلى سي واي. هو طالب مني في السؤال determine the horizontal and vertical components of force which the pin at C، وهذا اللي بده اياه، يعني هو بده ال CX وال CY نطلع له اياهم. اذا سؤال مباشر نبدا حله باني اخذ معادله المومنت عند النقطه C، عشان الغي هذول التنتين يروحوا يصف عندي مجهول واحد فقط. فاذا نحكي summation M عند النقطه C بيساوي صفر. معنى هالكلام هاي نقطة سي، هاي بتعمل روتيشن عكس عقارب الساعة، مسافتها هي 2، لأن هاي بتعمل روتيشن. لو أخذنا الكومبوننتس تاعونها أسهل للمومنت، هون راح يكون عندي اف اي بي في ساين 60، وراح يكون عندي هون اف اي بي في كوساين 60. طبعا لاحظوا انه الاكس كومبوننت اللي هي هاي يعني بتصطدم بالبوينت بالبيفوت، وبالتالي ما بتعمل مومنت عليها. اف اي بي ساين 60 هي اللي بتعمل مومنت، والمومنت لاحظوا انه مع عقارب الساعه حول النقطه سي. اذا ناقص اف اي بي في ساين 60 ضرب المسافه اللي هي 4 كله بيساوي صفر. اذا هيك اف اي بي انعرفت، اف اي بي راح تساوي نقلناها على الطرف الثاني صارت بوزيتيف 2000 ضرب 2 4000، 4000 تقسيم 4 يعني 1000، 1000 تقسيم ساين 60، إذا 1000 تقسيم ساين 60 فبيطلع الجواب 1154.7. هاي هي FAB، هاي عرفتها من وين؟ من معادلة المومنت مباشرة. الآن بعد ما خلصنا من FAB باخذ معادلة الـ X، فبنحكي summation FX بتساوي 0. الآن على الفورسز على الـ X، CX نحو اليسار أنا فارضها، في عندي FAB كوسان 60، FAB نحو اليمين 1154.7 كوسان 60 اللي هي نص بيساوي صفر. هاي بنقولها بتصير بوزيتيف، إذا CX راح تساوي نص هذا المقدار. إذا الأنسر تقسيم 2، فالجواب بيطلع 577.3، يعني نعتبرها بهذا الشكل. هيك عرفنا الـ CX. ضل عندي الـ CY، فنطبق معادلة الـ Y. إذا summation FY تساوي صفر. أنا على الـ Y عندي الـ CY للأعلى، الـ 2000 للأسفل، والـ FAB component للأعلى، إذا positive 2 واحدة negative.
اذا 2000 للاسفل سي وايد انا بدي اياها للاعلى و اف اي بي لهذا المقدار في سان 60 للاعلى اذا زائد 1154.7 ضرب سان 60 كله بيساوي صفر. اذا سي واي راح تساوي هذا المقدار ناقص هذا الطرف الثاني. اذا سي واي راح تساوي هاي راح يصير بوزيتيف وهاي نيجاتيف. اذا 2000 ناقص 1154.7 ضرب ساين 60 فالجواب راح يكون 1000 نيوتن. تمام، هاي حل المسألة. كنا بنقدر نحله بشكل آخر، أنا اشتغلت على إنه الممبر AB is a two force member، وبالتالي الفورسز اللي فيه راح تكون منطبقة على المحور تاعه، فأنا عرفت إنه اتجاهها بهذا الشكل واللي هون بهذا الشكل، ومنها عرفت اتجاه الفورس اللي هون. واحد ما بحب يعمل هيك، بحب يشتغل بالطريقة التقليدية، فشو بده يضطر يعمل؟ هذا هو الممبر مثلا AB هون عند ال، فبدي يجي يحكي عندي مثلا فورس اللي هي BX، في عندي هون فورس BY، في عندي هون فورس، عفوا هذه AX، هذه AY، في هون عندي فورس راح يكون مثلا BX، هون في عندي فورس BY، بصير يشتغل زي ما تعلمنا، بياخذ معادلة مومنت، بياخذ معادلات الفورسز، بطلع المجاهيل المختلفة طبعا مع ربطها باللي هون. هون راح يكون لما ناخذ هذا بهذا الشكل راح يكون المومنت الثاني، الممبر الثاني هون راح يكون البي اكس يمين، هون راح يكون لليسار، بي واي الاسفل هون اجباري راح يكون لاعلى، وفي عندي 2000 نحو الاسفل، وفي عندي السي اكس والسي واي راح يكونوا بهذا الشكل، هي سي اكس هي السي واي، بصير نشتغلها بهذا الشكل ما في مشكلة. لكن انا استفدت من معلومة انه تو فورس ممبر، فمباشرة الفورس راح تكون منطبقة على خط الممبر نفسه، وبالتالي راح تكون هون مؤثرة باتجاه معاكس، فهيك وفر علي حل بشكل كبير. لكن لو واحد حلها بهذا الشكل ما في مشكلة، والحل موجود في الكتاب. تمام، نشوف الآن اكزامبل اللي بعدها. هذا اكزامبل 17 بيحكي لنا التالي: The compound beam shown in figure 29A. اذا في عندي compound beam، يعني beam مكون من اكثر من مقطع، واضح انه انا في عندي pin بشبك القطعتين مع بعض عند النقطة B. Is pin connected at B. Determine the components of reaction at its supports. Supports وينها؟ عند A في support، وعند C في support، واضح. neglect its weight and thickness، اهمل الوزن والسمك، يعني اعتبر السمك كانها يعني سلك رفيع. طيب لما نيجي احنا نعين الان الفورسز اللي بتاثر في هاي المساله، راح نشوف يا شباب انه هذا الجسم مربوط بالجدار، متصل بالجدار مباشره، وبالتالي راح يكون في عندي اللي هي اقصى درجات الرياكشنز. راح يكون هذا هو البيم A، راح يكون في عندي فورس مثلا باتجاه الأعلى AY، فورس باتجاه اليمين AX، وراح يكون في عندي إنه بيمنع إنه يعمل روتيشن، ما في عندي مومنت، إذا بفرض إنه A نفسها بتعمل مومنت باتجاه البوزيتيف اللي هو عكس أقارب الساعة. أيضا على بعد مترين من الطرف في عندي فورس بتأثر بهذا الشكل، هاي 2 متر المسافة، هاي اللي هي 10 كيلو نيوتن، وفي عندي نقطة بي هون، هاي هي بي، لأن البي راح يكون في عندي عبارة عن بن، إذا في عندي تو فورس جاية، فأنا فرض AX مثلا بهذا الشكل، في عندي فورس هون كمان على الإكس راح تكون، إذا ما في مانع أفرضها باتجاه اليمين كذلك، إن هاي هي بي إكس، بي واي بفرضها لأعلى أو بفرضها لأسفل، ما راح تفرق، إذا هاي لأسفل هاي البي واي.
اذا هيك انا خلصت الفري بودي ديجرام للمقطع اي بي. الان باخذ المقطع الثاني اللي هو بي سي زي ما انتم شايفين. هون بي وهون سي. الفورسز على بي هون رح تكون عكس اللي هون تماما. اذا رح يكون في عندي بي اكس على اليسار, في عندي بي واي لاعلى, اجباري يكونوا اكس بوت. في عندي السي هون فبيعمل فورس نحو الاعلى فقط, سي واي او اف سي او ان سي مش راح تفرق. وفي عندي الديستريبيوشن الموجود هون 4 كيلو نيوتن الارتفاع والعرض تاعه 2 متر, اذا راح يكون 4 ضرب 2 8, 8 وين بتاثر في المنتصف اللي هي 1, اذا راح يكون في هون 8 باتجاه الاسفل, هاي 1 وهي 1 متر. هون المسافات لاحظوا 2 متر 2 متر تمام. اذا هذا هو السيستم اللي عندي. فالمطلوب ايش نطلع؟ نطلع السي واي ونطلع الاي, اي اكس واي واي وام اي. طبعا البي هاي عباره عن انترنال فورسز نقدر نطلعها لان انا فصلتهم, بس لو اخذتهم از ون اوبجكت كامل مش راح تبين البي, بس احنا راح نطلعها طبعا. فالبدايه بتكون دائما باني اشوف المجاهيل الاقل وين وبشتغل عليها. لاحظوا بالنسبه ل هذا الجسم كلها على الواي الا البي اكس, فالبدايه تكون من هون. فاذا نحكي انه السيجمنت, ناخذ السيجمنت اللي هي بي سي هاي, فنبدا بالاكس لان هي الاسهل. سيجما اف اكس بتساوي 0, معناها انه بي اكس تساوي 0. اذا هاي راحت, اذا تلقائيا هاي راحت تمام. الان ناخذ معادله الواي, ناخذ معادله الام افضل. فبنحكي سميشن لانه في عندي 2 انون فورسز على محور الواي, سيجما ام بي مثلا تساوي 0. اذا هاي راح تروح, فراح يصفي عندي 8 بتعمل روتيشن مع عقارب الساعة ومسافتها هي 1, والسي واي بتعمل عكس عقارب الساعة يعني بوزيتيف ومسافتها هي 2. اذا السي واي راح تساوي 8 بتصير بوزيتيف قسم على 2 يعني 4. والفورسز هون اذا انتبهتوا شباب هي بالكيلو نيوتن, بالكيلو نيوتن. اذا راح تكون 4 كيلو نيوتن. هي عرفنا مين؟ عرفنا السي واي, هي عرفنا احد الرياكشنز اللي جايه من السبورت سي. ممتاز. الان بنطبق معادله الواي, سيجما اف واي تساوي 0, فراح يكون عندي بي واي وسي واي لاعلى وال8 لاسفل. اذا بي واي زائد السي واي اللي هي 4 بيساوي 8. اذا بي واي راح تساوي 4 كيلو نيوتن. هيك اوجدنا البي واي كم بتساوي تمام. هيك خلصنا مين؟ خلصنا السيجمنت بي سي. الان باخذ السيجمنت او المقطع اي بي. لاحظوا انه بي واي هذا عرفناه اللي هو بيساوي 4 كيلو نيوتن, وبيهمني كثير البي اكس والبي واي ان هم الرابط بين الاثنين. اذا البي واي هذا انعرف وقيمته بتساوي 4, صار معروف. فصف المجاهيل اي اكس واي واي والمومنت. الان لاحظوا انه على محور الاكس في عندي بس مجهول واحد, وعلى محور الواي عندي بس مجهول واحد. فخلينا نشتغل مثلا معادله الواي بدايه, او الاكس مش راح تفرق. سميشن اف اكس بتساوي 0, راح يطلع لنا, طلع شو في عندي على الاكس, هاي صفر. في عندي اي اكس نحو اليمين, وفي عندي الكومبوننت اللي جاي من اللي هون من العشرة. لاحظوا هم معطيني هون المثلث 3 4 5, انا بدي الاكس كومبوننت. اذا 3 على 5 الاكس على الوتر, اذا راح تكون لليسار ناقص 10 ضرب 3 على 5 ناقص انها لليسار بيساوي صفر. طبعا 10 على 5 فيها 2 في 3 6, على الطرف الثاني بصير موجب 6. اذا اي اكس راح تساوي 6 كيلو نيوتن. هيك اي اكس نعرف هذا. نفس الطريقة بنشتغل على الواي, فبنحكي سميشن اف واي تساوي صفر. على الواي عندي الاي واي لاعلى والبي واي لاسفل,
اي واي الاعلى، البي واي اللي هي 4 نحو الاسفل. بس في عندي كمان هون كومبوننت من ال 10 كيلو نيوتن نحو الاسفل اللي هي العموديه، والعموديه هي 4 على 5. اذا ناقص 10 ضرب 4 على 5 يساوي 0. اذا اي واي راح تساوي، لان 10 على 5 2، 2 في 4 8، ناقص 4 ناقص 8 ناقص 12، على الطرف الثاني بصير موجب 12 كيلو نيوتن. هيك عرفنا اي واي. صف المجهول الوحيد في المساله هو الام اي، فبطبق معادله المومنت فبنحكي سميشن ام اند اي بتساوي 0. ام اي اعتبرناها بوزيتيف، اي اكس واي واي عند النقطه اي ما بتعمل مومنت، فاللي بيعمل مومنت هو هاي الفورس، والبي اكس اصلا موازيه لل او بتمر في البيفوت مش راح تعمل مومنت، صف عندي بس البي واي. اذا عندي ام اي هاي الفورس اللي هون وهاي الفورس اللي هون. خلينا نشتغل على الكومبوننتس اسهل، كله نفس الشيء، بنقدر نشتغل على الكومبوننتس ناخذ اف في دي، بنقدر نشتغل ار في اف في ساين ثيتا زي ما تعلمنا، حسابها راح يكون سهل لانه الزاويه ايجادها سهل من هون. لكن نشتغل على الكومبوننتس. اذا في عندي ام اي، البي واي بتعمل مومنت زي ما انتم شايفين مع اقارب الساعه، اذا راح يكون نيجاتيف. اذا ناقص البي واي قيمتها اصلا بتساوي 4، لان مسافتها البي واي عن النقطه ايه هي 4 متر. الان هون البي اكس بتعمل مومنت عند هاي النقطه، البي اكس لاحظوا البي اكس موازيه بتمر في البيفوت، فما راح تعمل مومنت هون، فاللي راح يعمل مومنت بس الواي فقط، والواي راح تكون نفس البي واي، راح تكون مع اقارب الساعه نيجاتيف. اذا راح يكون في عندي ناقص 10 في 4 على 5 اللي هي الكومبوننت ضرب مسافتها، مسافتها اللي هي هون بتاثر، مسافتها هي 2 متر ضرب 2. إذا مرة أخرى ليش هون المومنت هون بيكون صفر؟ لأنه هاي هيك اتجاهها هون بتمر في البيفوت نفسها، إذا ما راح تعمل أي مومنت، فراح يصفي عندي فقط هدول التنتين صفر. طبعا 10 على 5 فيها 2، 2 في 4 8 في 2 16، وفي هون كمان 16، تنتين سالبات بنجمعوا سالب 32، إذا ام اي راح تساوي 32 كيلو نيوتن دوت متر. تمام، هيك بنكون اوجدنا السبورتس من A، الرياكشنز من السبورت A، AX AY و MA بالاضافه للسي واي. هيك بنكون خلصنا هاي المساله. خلينا نشوف الان المساله اللي بعديها 18. لاحظوا انه البيسكس نفسها ما اختلفت، فيش اضافات، يعني مش والله اليوم تعلمنا قوانين او طرق جديده في الحل، نفس المسائل، مسائل اشكالها بتختلف، طريقه الحل هي نفسها. اوكي، هذا السؤال اكزامبل 18 صفحه 316 بيحكي لنا ذا تو بلانكس ان فيجر 30A اللي هو A D و C F، هذول هم التو بلانكس are connected، موصولات ببعض together by cable PC، cable PC بضمهم لبعض فممكن يقتربوا، فايش حط اللي هون؟ حط اللي سبيسر حتى يضمن المسافة بينهم تكون ثابتة، by cable PC and a smooth spacer DE. determine the reactions of the smooth supports A and F، في هون smooth supports واضح الجدار عند ال A وال F، and also find the force developed in the cable and the spacer، بده الفورسز الموجوده هون. سؤال بسيط جدا، اذا تاملنا في الشكل راح نلاقي هذا هو AD، عند A في عندي normal force لاعلى، في عندي 100 باوند بتاثر لهون من الاسفل، مسافتها هي 2 فيت، في عندي هون لاحظوا تنشن بيكون لاسفل اللي هو اف بي سي نسميها، في هون اثنين ايضا،
وعندي عند النقطة دي سبيسر، سبيسر بحاول يدفش الدي لفوق، يدفعها للأعلى. إذا في هون اف دي اي بهذا الشكل. بالمقابل طبعا كل هالمسافات هي 2، لو أخذنا سي اف رسمناها في عندي 1 2 3 4 نقاط. إذا في عندي ان عند النقطة اف لأعلى، ورح يكون في عندي هون لتحت، هون رح يكون لفوق اف بي سي، ورح يكون في عندي مثل ما سبيسر بدفع دي لفوق بدفع اي لتحت، بحاول انه يبعدهم عن بعض. اذا في عندي في هاي النقطة هون اف دي اي عكس هاي طبعا، وفي عندي هون 200 باوند بتأثر في هاي النقطة، مسافات 2 2 وهون طبعا 2، كلها 2 بين كل successive two forces، كل تنتين متواليات المسافة بينهم بالتالي. تمام، المطلوب في السؤال نطلع ال A وال F، N A وN F. Also find the force developed in the cable and the spacer. بدنا F B C و F D E. الآن لو شفنا الفورسز اللي عندي، عندي N A N F F B C و F D E، أربع مجاهيل، أنا بحتاج لأربع معادلات. لاحظوا هاي المسألة فيش فيها X axis أصلا، إذا رح يكون عندي معادلة Y ومومنت هون، معادلة Y ومومنت على الجسم الثاني، وهيك بخلص الحل. لو أجينا نحلها رح نشوف يا شباب إنه هذا الجسم معادلة المومنت إله رح تعطيني، إذا summation M عند النقطة A بتساوي 0 هون، مع أقارب الساعة، مع أقارب الساعة عكس أقارب الساعة، نيجاتيف بوزيتيف، رح يكون في عندي إذا 100 نيجاتيف، مسافتها 2 ناقص اف بي سي مسافتها هي 4 زائد اف دي اي مسافتها هي 6 بيساوي 0. معادلة ايش فيها؟ بس البي سي والدي اي، اهملنا الان اي لان المومنت لها 0. نفس الطريقة ما دام هي نفس الفورسز ناخذ المومنت عند اف للجسم الثاني، إذا نحكي summation M عند النقطة F يساوي 0. نلاحظوا إنه ال 200 وال DE بيعملوا مومنت عكس أقارب الساعة، بس ال BC بتعمل مع أقارب الساعة، فرح يكون عندي ناقص FBC المسافة هي 6 زائد FDE المسافة هي 4 زائد 200 المسافة هي 2 بيساوي 0. لو رتبنا المعادلتين راح نلاحظ ما يلي: ناقص اف بي سي وناقص 4 اف بي سي زائد 6 اف دي اي بيساوي موجب 200. هون كذلك راح يكون في عندي ناقص 6 اف بي سي زائد 4 اف دي اي يساوي 400 بس بالسالب. المعادلتين المجهولين بدنا نحلهم، فبنفتح نظام الإكويشنز رقم 1، معادلتين المجهولين سالب 4 6 200 سالب 6 4 وناقص 400، فالناتج راح يكون اف بي سي راح تساوي 160 و اف دي اي راح تساوي 140. اذا شو اللي عملنا احنا؟ احنا اخذنا معادلة المومنت عند النقطة A والمومنت عند النقطة F حتى استثني هاي الفورسز ان A وان F، وظل عندي بس القوتين اللي مشتركات بين الجسمين، وهيك حصلنا على معادلتين فيهم FBC و FDE وطلعنا مقاديرهم. الآن عشان نعرف NA و NF باخذ معادلة ال Y على الجسم الأول وال Y على الجسم الثاني، وهيك بنعرفه تلقائيا. ولهذا الجسم الأول في عندي تنتين تحت وتنتين فوق، NA لأعلى و DE لأعلى، فبنحكي إذا هاي بتطبيق معادلة summation FY بتساوي صفر على الجسم A
دي راح نحصل على ان اي نحو الاعلى، المية نحو الاسفل، اف بي سي نحو الاسفل يعني ناقص راح تكون 160، واف دي اي نحو الاعلى زائد 140، كله بيساوي صفر. اذا ان اي راح تساوي هذول البطين سالب 20 مع المية سالب 120، اذا موجب 120 باوند. هاي 120 باوند. الان بنفس الطريقة بنطبق معادلة الواي على سي اف اللي هي هاي هون سي وهون اف. انا في عندي اف بي سي والان اف لاعلى والتنتين الباقيات لتحت الدي اي والمتين، راح يكون عندي اف بي سي ناقص اف دي اي ناقص 200 زائد ان اف، كله بيساوي صفر. الان اف بي سي اللي هي 160 ناقص اف دي اي اللي هي 140 ناتجهم 20، 20 ناقص 200 سالب 180، على الطرف الثاني بصير موجب 180، اذا ان اف راح تساوي 180 باوند. هيك بنكون حلينا هاي المساله. تمام.